المقطع الثاني. هنا نبدأ في الآيات. الآية الأولى التي فيها كلمة مات هو قوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم بعدها: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هذه وردت في سورة آل عمران آية 144: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهي أتت في سياق التمحيص الذي جرى يوم أحد، بأن بعضهم عندما علم بموت رسول الله خلاص يعني بعضهم ربما شك، بعضهم ربما طبعا وهرب، بعضهم وبعضهم طلب صلح من أبي سفيان حتى يرجعوا معه ربما وخلاص إلى مكة من كان مهاجرا، وبعضهم يعني صارت هناك هزة. فنزلت هذه الآية وسياقها في التمحيص، طبعا ليس لها علاقة أقصد هنا بتفسير الموت كثيرا، لكن هي في سياق الابتلاء والتمحيص. إن يمسسكم قرح، يعني الآيات التي قبلها: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الهدف من غايات الله أو من إرادته مما جرى يوم أحد، هذه الغايات ذكرها: ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء يشهدون على الذين تخاذلوا والذين شكوا والذين، هذه مصيبة أنتم قد رأيتم. طبعا هذه الدروس كلها هي لترويض المؤمنين، لتهيئتهم لما سيأتي. كل ما جرى في أحداث في النبوة هو لتبصير من أراد أن يتبصر، يعني بمعنى انظر فلان كيف هرب، فلان كيف شك، فلان كيف قال، فلان كيف كذا، وانظر من صدق ومن صبر ومن ثابر ومن بقي ومن، يعني حتى يكون بناء تقريبا لما بعد النبي، يعني تقريبا، يعني هذه ليست عبثا مثل هذه الآيات، خاصة عندما قال ويتخذ منكم شهداء. طيب أين كان هؤلاء الشهداء؟ ربما بالتأكيد تكلموا وقالوا لكن غيبت أقوالهم في أحداث لاحقة. إذن سياق الآية لازلت فيه: يمسسكم قرح، ثم الآية التي بعدها: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. طيب كيف جرى محق للكافرين يوم أحد؟ هم انتصروا، كيف محقوا؟ محقوا بأنهم ظنوا بأن خلاص أنه فعلا لا نبوة ولا يوم آخر ولا كذا، يعني ازداد يقينهم بالكفر، هذا محق. وقد يكون المراد يمحق الكافرين الكفر النسبي اللي هم أصحاب النفاق، المنافقون هم كافرون كفر نسبي، الله قد ذكر أنهم كفروا في القرآن الكريم، المنافقين الذين يعني محقهم بمعنى أنه ظهروا واستبانوا. ونزلت أيام أحد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، تبين الخبيث الطيب، للعقلاء، للشهداء، ليس للآخرين، للسماعين لهم وما أشبه ذلك. ثم يقول الله عز وجل بعدها، يعني نحن في سياق الآية التي فيها أفإن مات أو قتل، لازلنا في آيات الموت، يقول بعدها: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الجهاد والصبر كأنهما هنا شرطان لدخول الجنة، وهنيئا لمن جاهد وصبر، سواء طبعا الجهاد الكلي أو الجزئي. الجهاد الكلي مجاهدة النفس، يعني هو أشمل، القتال في سبيل الله جزء من الجهاد، جزء من الجهاد، يعني الجهاد اسم عام والقتال فرع منه. ويعلم الصابرين، والصبر الآن بعض الأمم تبتلى، الآن بعض الشعوب تبتلى بالصبر فعلا، يعني
صبر بلا حدود، يعني وصل صبر بعض الناس إلى مراحل لم تكن تتوقعها، والناس مظلومون، ناس مظلومون، الله المستعان. ثم يقول الله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني غالبا الإنسان يتمنى يعني الشهادة، يتمنى الجهاد، ثم إذا رأى الموت حقيقة أمامه يبدأ هنا يتبين قوة الارتباط بالله من الضعف، أو من التصور السابق. هناك قبل تصور سابق بأنه أبدا سنكون يعني مثل تصورنا اليوم، لو كنا مع النبي سنجاهد وسنفعل، ولو كنا مع الإمام علي سنفعل، بينما ربما لو وصلت إلى تلك الحقيقة على الموضوعية، الحقيقة المجردة على الأرض، وقتها قد يهتز إيمانك، وقد تتساءل، وقد تبحث عن أي شبهة تنجيك من أو تبعدك عن المعركة. يعني قد يقول بعض الصحابة يوم أحد: طيب ربما يمكن النبي غير من نبي، ربما أنه ليس رسولا، لماذا أتعب نفسي وأقتل وأشرد أولادي من بعدي؟ هنا يتبين اليقين من الشك، من الريب. في ناس في ريبهم يترددون سينهزمون، وهناك أناس ثابتون وعندهم يقين بالله عز وجل وباليوم الآخر، ويقين بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، سيثبتون. إذن ثم قال بعدها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني هذه تجربة صغرى لموت النبي يوم أحد، تجربة صغرى ولم يثبت إلا القليل. فلما مات النبي حقيقة لعلها تشابهت الحادثتان. نكمل.